حقيقة قد تكون هناك مصلحة إقليمية لوجود هذا الحزب داخل الأراضي العراقية، قد يسبب هذا حرج للحكومة التركية، لأن منذ سنوات عديدة نعم لم تستطع الحكومة التركية السيطرة على توغل حزب العمالي الكردستاني إلى داخل تركيا، والضربات يعني الموجعة داخل الأراضي التركية. هذه جعلت حزب العمال الكردستاني يرجح الكفة، فيما أنه أن الأرض الوعرة الموجودة هناك هي أرضه نعم ويستطيع التنقل بها بسهولة. هذه المعركة قد تكون شرسة. إضافة إلى ذلك طبعا الجيش التركي توغل إلى مساحة يعني 30 كيلومتر إلى 40 كيلومتر، نعم نصب سيطرات و يعني مدعات بظهور اظهار الهويات العراقيه للمارين من هناك. هذا يدل على ضعف القوات التركيه الموجوده هناك. فما يعني شنو النتيجه من اظهار الهويه العراقيه؟ هل ان كان هذا الشخص مشكوك به، هل تستطيع القوات التركيه اعتقاله في داخل الاراضي العراقيه؟ نعم. يعني يبدي ان هذا هناك ضعف في الجانب العسكري وفي الخطط التي أقدم عليها الجانب التركي داخل الأراضي العراقية. جيد.